السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الكرام أخوات الفضلات، معكم مصطفى صادق. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن موضوع مهم جدا بالنسبة للأخوة والأخوات مهندسي الشبكات أو مدراء النظم في منظومات يعني تكنولوجيا معلومات، الذين ما زالوا يعني يناقشون أنفسهم في أنه هل الأفضل أنه نقوم ببناء الداتا سنتر أو شراء السيرفرات الخاصة بنا ونضعها أون بريمس يعني في مكان العمل في المؤسسة أو الشركة أو الجامعة التي يعملون فيها، أو الأفضل أنه نقوم باستخدام الخدمات السحابية الكلاود كومبيوتينج المتوفرة من قبل شركة أمازون أو غيرها. طبعا هناك الكثير من الشروحات عن هذا الموضوع، وإحنا قبل عدة أيام أيضا شرحنا هذا يعني مقدمة عامة عن هذه التفاصيل في المدونة العلمية يعني على شكل مقالات في عدة مجلات تقنية، وكذلك على شكل عدة دروس في المدونة. راح إن شاء الله نحاول أنه نضع الروابط الخاصة بها في الديسكريبشن الخاص لهذا الفيديو. ولكن بصورة عامة يعني لكي تعرف ما هو الفرق ما بين شراء السيرفرات الخاصة بك وتنصيبها في موقع شركتك أو مؤسستك أو جامعتك، وبين أنه تستخدم سيرفرات in the cloud يعني في يعني من خلال الحوسبة السحابية أو عبر الويب مقدمة من قبل شركات عالمية. هذا طبعا موقع بسيط اللي هو AWSTCOcalculator.com. TCO اللي هو Total Cost of Ownership اللي هو الكلفة الكلية للحيازة أو الملكية للسيرفرات المعينة. هنا هو فقط الهدف الرئيسي من هذا الموقع اللي أيضا راح نرفق الرابط الخاص به في الديسكريبشن الخاص لهذا الفيديو. هدفه أنه يوضح لك إذا فكرت أنه تقوم بتنصيب سيرفراتك في مكان العمل اللي هو On Premise، أو فكرت أنه تقوم بعمل فد شيء يسمونه الهايبريد كلاود اللي هو أنه تقوم بشراء سيرفرات في مكان عملك وأيضا بسرعة تشترك في خدمة الكلاود يعني تحصل عندك يعني عملية الباك أب يعني دائما هناك نسختين من كل الملفات والبيانات والتطبيقات، وبين أنه تشترك فقط في AWS وتستمتع بخدماتهم اللي هي يعني pay as you use يعني فقط تدفع على قدر الاستخدام يعني per minute و per second وحتى per millisecond حتى يعني تدفع على قدر الاستخدام لأجزاء من الثانية الواحدة وليس الثانية الواحدة فقط. هنا طبعا هذا الموقع يعني بسيط جدا، مجرد أنه في البداية طبعا يفترض أنه أنت حاسب حساب أو قمت بالحسابات التصميمية للداتا سنتر أو السيرفرات التي تقوم يعني تفكر في شرائها. بعد ذلك مجرد أنه نبدأ هنا يعني نذهب إلى Advanced اللي هو طبعا راح يعطيك قابلية أكبر على معرفة ما هي الأمور اللي تحتاجها، الكرنسي العملة اللي تحتاج أنه تشتغل عليها US dollars يفضل هي طبعا، نوعية الانفايرمنت التي تريد حساب أو المقارنة معها اللي هي on premise أو co-location. on premise اللي هو يعني فقط سيرفرات في موقع العمل، co-location اللي هو يعني hybrid أنه يعني تضع سيرفرات في موقع العمل وتشترك في خدمات الكلاود ويعني تدفع لكليهما. AWS region ideal to geo requirements، ما هي المنطقة من مناطق AWS اللي تفضل أنه تضع سيرفراتك في داخلها. طبعا هذه المناطق أيضا شرحناها في المقالات اللي راح نضع روابطها إن شاء الله في وصف الفيديو. AWS أو أمازون توفر لنا الكثير من المناطق حول العالم. طبعا هذه المناطق هي ليست فقط يعني عشوائية، ليس لا توضع عشوائيا في مناطق جغرافية محددة، وإنما هدفها أنه تكون دائما قريبة من المستخدمين. بالنسبة للناس اللي موجودين في شرق آسيا، طوكيو وسيدني أو سنغافورة راح تكون مناسبة جدا بالنسبة لهم. أكو عندك AWS Government Cloud، هذه طبعا special فقط للحكومة الأمريكية، لأنه يعني من الأمور اللي يعني ضروري معرفتها أنه حتى CIA والFBI والمؤسسات الأمريكية الرسمية هي عملاء يعني أو يعني يستخدمون AWS، يعني بالتالي يعني راح نعرف أنه مقدار السكيورتي والبرايفسي والأوثنتيكيشن الموجود في داخلها. عادة أنا أفضل أنه نختار الإيست US East اللي هو North Virginia. هذه الريجين هي تعتبر أرخص ريجين عالميا لأنه فيها أكثر عدد من المستخدمين، واللي معروف على خدمات AWS أنه كلما زاد عدد المستخدمين في منطقة معينة كلما قلت الكلفة الكلية لكل هذا المستخدمين. نوعية الوركلود، نوعية البيانات اللي راح نستخدمها، هل هي جنرال أو هل هي SharePoint؟ راح نفترض أنه عندنا بيانات جنرال اللي هي قد تكون ميل سيرفر ويب سيرفر إلى غيرها من الأمور الأخرى. ما هي السيرفرات اللي نريد نقارن بها؟ هل هي physical servers يعني أجهزة حقيقية أو virtual machines؟ خلينا نفترض بالبداية أنه إحنا عندنا physical servers فقط، يعني قد تكون بعض هذه الإعدادات هي لا تتطابق مع ما موجود عندكم في الشركة أو المؤسسة، ولكن هذه فقط للتوضيح لكي نعرف كيف نستخدم هذا الموقع ولكي نعرف ما هي الكلفة الكلية اللي سيوفرها لنا استخدام AWS. الآن إذا نبدأ نتحدث عن أنواع السيرفرات، السيرفر الأول وليكون هو مثلا نوع database database server، وليكون هو مثلا file server. هنا فقط نعطي اسم للابليكيشن نيم الخاص بهذا السيرفر.
عدد البروسيسرات الموجودة في داخل السيرفر الواحد، هل هو واحد أو اثنين أو أربعة، نفترض يعني نأخذ فد رقم معين اعتمادا على حساباتنا التصميمية، وليكن اثنين مثلا. عدد الكورز الموجودة في داخل كل بروسيسر أيضا، هل هو اثنين أربعة ستة ثمانية، وليكن أربعة مثلا. مثل ما ذكرت هذه الأرقام أنا راح أتخذها عشوائية كمثال، ولكنه بالنسبة لكم راح تكون هذه الأرقام ناتجة عن حسابات تصميمية للداتا سنتر اللي تفكرون في بنائه. عدد السيرفرات وليكن خمسة مثلا. الذاكرة الخاصة بكل سيرفر ولتكون 256 جيجا بايت. الداتابيس انجن اللي نستخدمها، هل هي ماي اس كيو ال، اوراكل، اس كيو ال سيرفر، اي واحدة من اتين، ولتكون مثلا الاس كيو ال سيرفر. هذه ايضا كمثال ممكن تختلف عندكم، تقومون بادخال الشيء المناسب لكم. السيرفر يوتيلايزيشن، الاستغلال الكلي لهذا السيرفر، كم نسبة مئوية يعني او كم الوقت الكلي الذي يعمل به هذا السيرفر. يعني مثلا اذا كنت تعمل في شركة وكان هذا السيرفر هو فقط للموظفين، فهذا السيرفر معناته راح يشتغل فقط 8 ساعات من مجموع 24 ساعة، أي أن اليوتيلايزيشن الخاصة به هي 33%. أما إذا كنت تشتغل في جامعة مثلا، والجامعة فيها موقع إلكتروني متاح لكل المستخدمين عبر يعني كل دول العالم، فهذا معناته راح يكون اليوتيلايزيشن الخاص به مثلا 80% 90% 95%. فلنفترض أنه عندنا 80% اليوتيلايزيشن اللي هو الاستهلاك الكلي أو النسبة المئوية الكلية من وقت تشغيل السيرفر. الاوبتمايز باي، نريد نعمل الأمثلية، نريد يعني نقلل استهلاك الرام او السي بي يو، طبعا واحدة من الاثنين يعني اللي نعتمد عليها. اذا كان السي بي يو قوي جدا من خلال هاي المواصفات اللي ادخلناها او من خلال الامور اللي احنا نفكر نشتريها، فنسوي اوبتمايزيشن للرام. كذلك اذا كان الرام كبير جدا من خلال هذه الذاكرة يعني راح نسوي اوبتمايزيشن للسي بي يو. نفترض انه احنا نريد نسوي اوبتمايزيشن للسي بي يو، نقدر طبعا هنا نضيف نوع اخر من السيرفرات وليكن مثلا نون داتابيس، وايضا نقوم بادخال كل بياناته. حاليا احنا ما راح نقوم باضافه هذا الشيء، فقط بالنسبه لكم اذا تفكرون بهذا الشيء. ايضا هذه بالنسبه للسيرفرات. بالنسبه للستورج، هل هو يعني ستورج اير نتورك، نتورك اتاشد ستورج، يعني ما هو نوع الستورج اللي تستخدمه، وليكن اس اي ان. مقدار التيرابايتس وليكن مثلا 10 تيرابايت. ماكسيمم انبوت اوتبوت بروسيسز بير سكند، عدد العمليات الادخال والاخراج التي تتم من خلال هذا السيرفر في الثانيه الواحده، وليكن مثلا 100000. الباك اب بير بانث، كل واحده من هذه المصطلحات اذا ما عرفنا معناها مجرد انه نقرا على حرف الاي راح يظهر لنا الشرح الخاص بها. هنا طبعا هو يقول مقدار الداتا التي تتغير كل شهر، وليكن مثلا 30%. يعني هنا ايضا نستطيع اضافه رولز معينه او نقدر يعني ما نضيفها حسب النوع اللي احنا نريده. النتورك باندويث وغير، هذه اوبشنال طبعا، ممكن اضافتها وممكن عدم اضافتها. ايضا ممكن انه تقول مثلا انا احتاج فد 100 ميجا بت بالثانيه كباندويث. البيك تو افريج ريشيو ولتكون مثلا 5. ايضا هذه معنى الـ يعني البيك تو افريج ترافيك، هذه ايضا يعني معناتها انه ما هو اقصى مقدار للترافيك نسبه الى معدل الترافيك يعني في كل وقت من الاوقات. البيردند انوال سالري، هذه طبعا رواتب العاملين على تشغيل هذه السيرفرات، لانه احنا مثل ما ذكرنا عندما تقوم بشراء سيرفر ايضا انت راح تتكلف بالبدايه اللي هو الكابيتال اكسبندشر، اللي هي كلفه شراء سيرفرات، بعد ذلك كلفه تشغيلها وصيانتها واستبدال القطع التالفه وغيرها من الامور الاخرى. فنفترض انه سنويا الكلفه اللي تتحملها لتشغيل هذه السيرفرات ولتكون مثلا 50,000 دولار. هذه طبعا اللي هي قد تكون يعني رواتب للعاملين وغيرها من الامور الاخرى. عدد السيرفرات بير ادمن، احنا ذكرنا انه هنا عندنا فقط 5 سيرفرات، وليكن عندنا مثلا 5 سيرفرات للادمن الواحد، وبالتالي احنا نحتاج ادمن واحد فقط لهذه المنظومه. هذه ايضا فقط مثل ما ذكرنا مجرد يعني ارقام افتراضيه. بعد ذلك على مود نحسب طبعا هنا ولتكن مثلا 20,000. بعد ذلك على مود نحسب التوتال كوست اوف اكسبندشر اور اوف اونرشيب، مجرد انه نقرا على هذه الكالكوليت هنا راح ينطي له التقرير كامل على مقدار الكلفه الكليه اللي احنا راح نوفرها اذا يعني اشتغلنا على اي دبليو اس. طبعا الارقام اللي ذكرناها هي قد تكون ارقام غير منطقيه، ممكن اذا دخلنا ارقام اخرى امور اخرى راح يكون الفرق اكثر. هنا يقول لك بانه انت راح تقدر توفر 8% من مصاريفك الكليه سنويا، او بمعنى 41,000.374 راح تقدر توفرهن سنويا اذا قدرت اذا اشتركت في خدمات الاي دبليو اس، على يعني مقارنه بانه انت تقوم بشراء سيرفراتك وتقوم بادارتها بنفسك. طبعا هنا يعني تعتبر انه انت توفر 41,000 دولار سنويا، هذا شيء ممتاز جدا. ممكن اذا اضفنا سيرفرات اخرى خدمات اخرى راح يكون السيفنج اكثر بكثير. طبعا هنا طبعا السيرفرات اذا اون بريمس هذه كلفتها، اذا باستخدام الاي دبليو اس هذه اللي راح تدفع فقط. بالنسبه للستورج، النتورك، الاي تي ليبر والتوتال، هذا هو هنا يعني يوضح لك كيف انه صار عندك. ها طبعا هاي خلال 3 سنوات راح يكون عندك السيفنج ايضا اكثر بكثير. طبعا
هنا ايضا هذه في مقارنه ما بين الاون بريمس والاي دبليو اس. هنا طبعا انفايرمنت ديتيلز اون بريمس انفايرمنت، هذه كل الامور اللي احنا ادخلناها في البدايه يعني، هو كل واحده من التنج قد راح تقدر يعني تحصل بها سيفنجز، وايضا يحسب لك اياها لسنه واحده سنتين ثلاث سنوات. هذه طبعا الكالكوليشنز اللي استخدمها ممكن انه تقوم بعرضها ويراويك انه كيف قام بحساب كل هذه الامور، لانه راح تحسب انت يعني كلفه السيرفر وتشغيله وصيانته وغيرها اذا كانت اون بريمس، وبنفس الوقت تحسب الكلفه اللي راح تكلف لك اياها الاي دبليو اس بالنسبه للستورج وغيرها من الامور الاخرى يعني بير سكند وبير مينيت وهذه الامور. كل التفاصيل اللي تحتاج انه تعرفها عن الامور اللي راح يوفر لك اياها خدمات الاي دبليو اس مقارنه بالخدمات اللي توفرها لك الاون بريمس موجوده هنا. الميثودولوجي طريقه الحساب ايضا محدد لك اياها، ويعني هاي كل الامور الخاصه بهذه الاشياء موجوده. طبعا هذه يعني الامازون اوب سيرفيسز اللي توفر لك اياها او الفندر اذا كنت تريد انه تشتري. كل هذه التفاصيل مذكوره. الاسامبشنز طبعا الفرضيات اللي هو مفترضها اثناء العمل يعني واثناء الحسابات، يعني تقرير مفصل ممتاز جدا يعني. تستطيع ايضا يعني حتى داونلود للريبورت، مجرد انه تقوم بتحديد يعني الاسم الايميل التليفون الكومباني هذه الامور الاخرى، فقط انه تقوم بعمليه داونلود لهذا الريبورت لكي يكون فد وثيقه تستطيع عرضها على المسؤولين او المهتمين او المختصين لاعطاهم فد فكره عن السيفنجز اللي تستطيع توفيرها من خلال الاشتراك بخدمات الاي دبليو اس بدلا من شراء السيرفرات الخاصه بك وادارتها وصيانتها. طبعا هنا راح يطرا عندك مفهوم السكيورتي، انه اوكي حتى اذا قمنا بعمليه سيفنج ماديه ولكن ماذا عن السكيورتي؟ بياناتي راح تكون موجوده في السيرفرات اللي هي عند امازون في نورث فيرجينيا او في منطقه اخرى من مناطق العالم. مثل ما ذكر احد الاخوه البارحه يعني في واحد من التعليقات، انه هذه الشركات يعني لا تغامر بسمعتها من اجل سين او صاد من الناس، يعني اذا كنت كشركه بسيطه او جامعه او غيرها فلا تخاف على بياناتك، يعني هذه الشركه مستحيل راح يخلون بياناتك تتعرض الى الهكر او الاختراق اكثر مما هي معرضه الى ذلك في سيرفراتك المحليه. يعني حتى في سيرفراتنا المحليه احنا ليس هناك حمايه بنسبه 100%، هي ايضا ما دام مرتبطه بالانترنت هناك دائما فرصه لان تخترق، لان تؤخذ بياناتها، لان يعني يعملون بها اي شيء. وبالتالي يعني نسبه يعني اطمئنانك على بياناتك في هذه السيرفرات هي اكبر بكثير من نسبه اطمئنانك عليها في سيرفراتك المحليه التي تقوم بادارتها من قبل مختصي سكيورتي الذين يعملوا لديك. وبالتالي وفي نفس الوقت هي ايضا اكثر رخصا. اما اذا كنا نتحدث عن امور حكوميه فطبعا هذا شيء اخر، يعني يفترض انه الحكومات تقوم ببناء الداتا سنترز الخاصه بها، لانه هذه راح تكون فيها يعني تكون اكثر عرضه للسكيورتي بريتشز او يعني مخاطر الامنيه وغيرها. هذه طبعا ان شاء الله نتحدث عنها في فيديو مستقل، فقط حبيت انه اوضح هذا الموقع. ومثل ما ذكرنا راح نترك الروابط اللي تحدثنا عنها كلها موجوده في الديسكربشن لهذا الفيديو. شكرا جزيلا ومع السلامه.